لوريال تجمع النجوم في اكسبو 2020 في دبي، وسعيدة ان انا في وسط عيلتي لوريال باريس. سعيدة ان انا في وسط عيلتي لوريال باريس والايفنت الحلو ده. ثانك يو. فلوريال عم تحتفل بمرور 50 سنة على تأسيسها، واكيد هيك مناسبة كان لازم تكون worth it، مثل شعارها اللي كان because you're worth it. لهيك جمعوا ابرز نجوم التمثيل والسوشيال ميديا باشهر حدث حاليا اكسبو 2020 دبي، وبعد يوم واحد على افتتاحه رسميا. والدرس كود بهالليلة كان كوكتيل شيك، لهيك تنوعت إطلالات المشاهير بهالسهرة، فشفنا بلقيس ببيربل درس من تصميم رامي القاضي، أما أسيل عمران فاختارت فستان لايت بلو بلينج بلينج من جوتشي، وبنفس الستايل شفنا مهير عبد العزيز بفستان فضي، وبأوتفيت براق كمان شفنا مي عمر بشورت درس من دولتشي أند جابانا، أما منى زكي فاختارت سيمبل بلاك درس من تصميم أليكس بيري. مين اهتم بإطلالتك اليوم؟ النهاردة سيدريك، وأنا بشكره أوي أوي أوي. Lenny, he did a great job. وسيدريك كمان اهتم بإطلالة فاليري أبو شقرة اللي لبست فستان أسود مزينة كمامه بالريش من باو كونسبت ستور. وهالظهور هو الأول لفاليري بمناسبة فنية اجتماعية من بعد ولادتها التوأم. وين تركتيهم للأولاد؟ بقلبي. وين مروح؟ معي بقلبي. امتى رح نشوفهم؟ إن شاء الله قريبا. إن شاء الله قريبا. بس ما عرفنا شو سميتيهم. طب ليه انت اول حدا بيخفي اساميهم؟ لا مش عم بخفي اساميهم، بس انه شو وقتهم. والنجمات مش الوحيدين اللي تألقوا بهاليوم، فكمان النجوم الشباب قدروا يلفتوا الانظار باطلالاتهم، ومن بينهم معتصم النهار اللي اختار اطلاله من فندي، اما جوزيف عطيه فاللوك تبعه كان من توقيع جوتشي. ستايل اكيد اختي وراء الكواليس. اختي ثانك يو اليو، مسلم كمان كان موجود معنا وساعدنا وهيك بتاتشز حلوين وكالعاده. يعني اليوم انت اول يوم تيجي على اكسبو 2020، شو رايك فيه؟ الاكسبو رائع فعلا، الابهار. يعني انا حضرت الاوبننج، شيء حلو كتير، من الميوزك لللايتنج للكوريوغرافيز اللي عملوا الناس، شيء حلو كتير. وهالانطباع كان عند باسل خياط كمان اللي حضر الايفنت مع زوجته ناهد. مبروك للامارات، مبروك لدبي، الحقيقه شيء بيرفع الراس. وكتبت انا امبارح شغله على السوشيال ميديا، قلت العالم يفتخر. اليوم افتتاح اكسبو شفتيه انت، شو رايك فيه؟ رائع رائع، انا سعيده انه الدم رجع في العروق، في عروق العالم العربي بفرحة وبفخرنا بالإمارات، دولة الإمارات العظيمة إنها عرفت في وقت مثل الكوفيد في زمن حساس جدا إنها تنظم شيء رائع مثل الإكسبو. سعيدة وفخورة كوني عربية بدولة الإمارات. وأكسبو ولوريال جمعوا الفنانين اللي في منهم التقوا مع بعضهم لأول مرة، مثل جوزيف عطية اللي حرص أنه يتصور مع هند صبري ومنى زكي، ورصدنا أحاديث مشتركة بين بلقيس وفاليري أبو شقرة، فشكلهم كانوا عم يحكوا عن الأمومة. وعلى طاولة واحدة شفنا محمد سامي وزوجته مي عمر، إلى جانب معتصم النهار جوزيف عطية وباسل خياط، وعلى جنبهم قعدت أسيل عمران مع منى زكي وهند صبري، وعلى الطرف الثاني كانت مهيرة عبد العزيز وبلقيس اللي كانوا مستمتعين بمقدم الحفل نيشان.